السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. فرج عامر، في البداية كل الناس اللي بتشوفنا لو هتعمل لايك فاعمل لايك واكتب زي ما اعتدنا كده رقم اللايك بتاعك او ديسلايك رقم الديسلايك، ولو في اي تعليقات خاصة بالحلقة منتظر تعليقاتكم على الحلقة، واللي عجبه المحتوى ومش مشترك معانا بالقناة لو حابب يشترك اهلا بيه. بالنسبة لفرج عامر بعد خسارته في انتخابات نادي سموحة اتكلم وقال انه مهما حصل مش هيرجع تاني لنادي سموحة، وغاضب بسبب الاهانات وسبب الاحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات، ورد على اتهاماته بأنه يعني خد الراوتر من نادي سموحة وقطع شبكة الواي فاي. قال لك ليس لي علاقة نهائيا بوقف شبكة الواي فاي، والإشاعات الكذب أني أخدت الراوتر دي بتطلق من فشلة، لن أساهم في أي ضرر للنادي على الإطلاق، ولكني سوف أوضح الحقائق تماما. طبعا هو وضع طبيعي زعلان بعد اللي عمله وبعد المبالغ اللي كان بيدفعها زي ما بيقول على مسؤوليته، يعني بيدفع فلوسه بتاع النادي سموحة كلها. لكن انا انتظر وهنشوف نتائج نادي سموحة مع وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد. يعني كنت اتكلمت مع حضراتكم في الفيديو السابق وقلت ان موعد القرعة الخاصة بالمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، بعض الانباء ترددت ان هي 18 ديسمبر العام الجاري، لكن بعض المواقع الاخرى اللي انا شايفها صادقة يعني وبعد البحث والتحري اتضح انها هتكون في الاسبوع الاخير من شهر يناير في الكاميرون على هامش بطولة امم افريقيا. يعني ده بالنسبة توضيح بسيط وتصحيح بسيط للمواعيد. مرتضى منصور في رسالة قوية بيوجه كلمتين لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك الغفيرة في كل مكان، وأنا قلت مرتضى منصور مش هيسكت، لكن مرتضى منصور طالع بطريقة هادية. يعني طب ناس بتقول لك مرتضى منصور صابر على الوزير ليه؟ طب ما هو معاه حكم محكمة وواجب التنفيذ يعني بناء على حكم المحكمة، ويروح ياخد القرار ويطلع على مركز الشرطة يروح ينفذ بالقوة الجبرية زي ما بيقولوا. لا مفيش الكلام ده، مش انا اللي بقول الكلام ده، يعني مرتضى منصور لو يملك التنفيذ بالقوة الجبرية كان نفذ، لكن انا بقول لحضراتكم الامور الخاصة بالاحكام القضائية الجهات الحكومية هي اللي بتنفذ القرار مش الشرطة ولا الكلام من هذا القبيل. واللي بقال الكلام ده اللي هو محمود العسال مستشار قانوني النادي الزمالك السابق ومستشار قانوني لمرتضى منصور. فمرتضى منصور بيقول لك ايه من خلال البيان اللي كتبه من على خلال صفحاته على السوشيال ميديا الى جماهير نادي الزمالك العظيمه الى اعضاء الجمعيه العموميه المحترمين، يطالبني الكثير بالتوجه الى الاتحاد الدولي الفيفا لتقديم شكوى ضد وطني بسبب قرار تجميد مجلس الاداره المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 اكتوبر حتى الان. انا وطني وطني وطنطن وبدوم في عشقك يا وطنطن. يا اخي اكتر حاجه تزعجني زي ما قلت قبل كده التجاره بالوطنيه والتجاره بالدين. انا لا وطني، يا انت لو تقدر تحصل على اي حاجه هتعملها. وروح يا سيدي، ولما تروح على المحكمة الرياضية تحكم لك موعد الولاية بتاعتك في الزمالك يوم 23 انتهى. يعني قال لك ومهما طالني من البعض من التهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى. عايزك واحد بيتكلم ويرد على نفسه، مش هرد، مش هروح اشتكي، بلدي وطني ولو شغلت بالخلد عنه ولا بيقول ايه الشاعر. ولا لا، والبعض بيلومني ان انا بفرط حاجه وروحش اشتكي في الفيفا، بس ده بلدي مش هشتكي. اود ان اوضح الامور التاليه، لن اشتكي وطني في يوم من الايام الى اي جهه اجنبيه مهما كلفني ذلك، لان مصر لا تستحق منا ان علاقه مصر بالقصه. حصلت على حكم قضائي في مخالفات، الوزير وقفك، كلها امور قانونيه، يعني ايه اللي
طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسستها، ولن أكون يوما شوكة في ظهرها. ومصر في عهد سيادة الرئيس السيسي هي دولة مؤسسات تحترم القانون، ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الإدارة إلا بالطرق القانونية. حزنت للأسف لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تزيد نبرات التعصب القروي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف. مين اللي بيقول؟ وجدة منصور اللي بيقول لك حزنت بسبب التعصب الكروي في الآونة الأخيرة. يا حزنت للأسف لبعض التجاوزات اللي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي. مرتضى منصور اللي زي ما قال حسين السمري وقال بعض اعضاء اللجنه المديره نادي الزمالك ان المستشار محمود العسام شارب خد مجموعه من الناس وراحوا اقتحموا نادي الزمالك واعتدوا على بعض الموظفين، بيقول لك لا حزنت لبعض التجاوزات اللي حدثت في الاونه الاخيره التي تزيد نبره التعصب الكروي من خلال التصريحات، يعني انما اللي حصل ده لا، والتي تزيد نبره التعصب في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف في ظل الظروف السياسيه والاقتصاديه الصعبه للطلب وقوفنا جميعا خلف قياداتنا السياسيه. ايه علاقه السياسه وقيادتنا السياسيه بانك خدت حكمك من النادي الاهلي واخد 900 حكم ومفيش حاجه بتتنفذ؟ ايه علاقه؟ كل شويه نطلع نقول يا معالي رئيس الجمهوريه يا ريت تتدخل، يا نمسك الحديده كل شويه. وقفنا جميعا خلف قياداتنا سلتت زي ما هو كان موجود على القناه، يطلع ويهاجم الخطيب ويطلع ويهاجم مش عارف مين وكهربا واحنا واللي وانا وطني وانت يا قطر وانا مع دولتي ايه يا عم؟ ولازم اقول الكلمتين وراهم البقين دول؟ يعني كلنا وطنيين وكلنا نفسنا في بلدنا تكون احسن بلاد العالم في ظروف اقتصاديه وسياسيه تتحقق كل حاجه. وقفنا جميعا خلف قياداتنا التي تبذل كل الجهد لحمايه الوطن من التيارات المعاديه التي تحيط بنا ولا تريد لهذا البلد الامين. الكلمتين دول يا استاذ مرتضى تقولهم في البرلمان، كنت تقولهم في البرلمان لكن خلاص بقى هتقولهم فين دلوقتي؟ البلد والاستقرار والازدهار، ولن يتحقق ذلك الاستقرار الا بوعي شعبنا العظيم ويقظه قواتنا المسلحه ورجال الشرطه الذين سقط منهم العشرات فداء لهذا الوطن وحمايته من جماعات الشر الارهابيه. حمى الله مصر وشعبها. مش فاهم برضو ايه علاقه الكلام اللي بيقوله مرتضى منصور بالقضيه بتاعته. في مثل بيقول لك او حكمه بتقول لك تكلم تكلم أيها الصديق، تكلم أيها حتى أعرفك، تكلم حتى أعرف، أعرف طريقة تفكيرك، أعرف أسلوبك، أعرف ممكن بيئتك، تكلم تكلم أيها المواطن، يا ابن الشعب تكلم. فأصل أنا وجهة نظري بقى المقولة دي يعني مش تكلم حتى أعرفك، يعني تخص بعض من جماهير نادي الزمالك وبعض المنتمين بشجار نادي الزمالك. تكلم حتى نعرف ان جميعكم، او تقدر تقول الزملكاويه يعني طبيعيين او تمام بتمام زي الفل لحد ما البعض منهم يتكلم. بعض الزملكاويه زي الفل لحد ما بعض منهم يتكلم تعرفه بقى على حقيقته. تكلم حتى اعرفك ايها الزملكاوي. اللي بقول الكلام ده الفنان احمد السقا. احمد السقا زملكاوي، لكن لما جه يتكلم في الكوره تكلم في او دي خليها يعني نخليها تكلم في الكرة حتى اعرفك، يعني تحديدا يعني لما بتقول تكلم حتى اعرفك، لا تكلم في الكرة حتى اعرفك واعرف طريقة تفكيرك. احمد السقا نفس الطريقة، نفس الفكر، نفس نظرية المؤامرة. شايف الفنان احمد السقا ان اللي بيحصل من شيكابالا في الفترة الأخيرة ما هو إلا مؤامرة على اللاعب. ليه؟ مؤامرة على اللاعب علشان يشتتوا تفكيره ويخرجوه بره التركيز ويشتتوا ذهنه. والأخ أحمد السقا زيه زي جمال عبد الحميد بيقول، فاكرين جمال عبد الحميد لما قال جماهير النادي الأهلي مش طايقاك يا أبو سيماني بلاش تفرعن بعد ما كسبناهم 5؟ جماهير النادي بيتكلم بلساننا، جمال عبد الحميد زمان بيتكلم بلساننا. فالأخ أحمد السقا برضه بيتكلم بلساننا كجماهير النادي، بيقول لك أنا عارف إن الغالبية من جماهير النادي الأهلي بتحب شيكابالا زي ما جماهير الزمالك. لا والله يا كابتن احمد انت غلطان، نحن لا نحب اي شخص متجاوز، نحن لا نحب اي شخص يفعل حركات اباحيه، نحن لا نحب اي شخص يشاور على الحذاء بطريقه فيها استفزاز للجمهور، ما نحبوش يا اخي، مش بنحبه ونحبه بالعافيه لجماهير الاهلي. واتكلم بقى عن بطوله دوري ابطال افريقيا نهائي القرن اللي فاز بيه النادي الاهلي بطوله التاسعه، وقال لك
انا بعتز بالهدف اللي جابه شيكابالا. يا احنا بنقول يا ريت يجيب كل شويه هدف بس احنا ناخد بطوله شويه، يعني لو خد البطوله يقول لك مش مهم هدف شيكابالا، المهم البطوله، لكن اهم حاجه هدف شيكابالا. نفس الطريقه، برافو عليك يا كابتن يا سقا، يعني بصراحه احمد السقا. الزمالك يا عيني وقع في حيص بيص، مش عارفين يعملوا ايه، اللجنه اللي موجوده كلها 10 ايام ويتكلوا على الله يمشوا، وعندهم يجي 7 8 لعيبه مش عارفين يجددوا عقودهم، ابو جبل على طارق حامد على مصطفى محمد على عمر السعيد على اونالد، مجموعه من اللاعبين اولا ما فيش فلوس عشان يجددوا لهم. الفتره اللي فاتت كنت طالعين لضيق الوقت، لا يا سيدي مش ضيق الوقت والله، بسبب قله الفلوس، وقالها الكلام ده بالامس اعتقد احد اعضاء لجنه المدير مع محمد ابو لقاك، مفيش فلوس نجدد لعيبه، يبقى تقول لي نجدد بن شرقي، بن شرقي خلص، بن شرقي خلاص. كل عام طيب. الاتحاد السعودي لكره القدم بقى بيعلن عن النسخه الاولى من الدوري السعودي لكره القدم للسيدات، نو كومنت، شوفوا كده في بعض البرامج يجيب لك الصوره وانت علق كيف ما تشاء، انت نو كومنت. طبعا قناه النادي الاهلي النهارده كانت بتذيع مباراه النادي الاهلي ومنيا سمنود اللي انتهت بفوز النادي الاهلي ب7 اهداف مقابل هدف، واحمد حمدي عبد القادر جاب هدف تحفه بصراحه، لاعب هيكون له شان كبير لو فضل محافظ على الانضباط النفسي والسلوكي ليه، هتشوفه في مكانه تانية احمد حمدي عبد القادر، امكانيات فنيه ومهاريه عاليه وكواليتي لعيبه عالي جدا، لعيب عالي جدا يعني. خلال المباراة قبل نهاية الشوط الأول أصيب عمار حمدي بكدمة قوية خرج على إثرها لعدم تفاقم الإصابة، يعني إن شاء الله يكون بخير وينضم للتدريبات بشكل جيد. بيتسو موسيماني بدأ التشكيل طبعًا بمصطفى شوبير قدامه رامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار وحسين الشحات والوليد صلاح وطاهر محمد وليد سليمان آسف وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم حسام حسن، نتيجة قوية. الشوط الأول انتهى ب5، طبعا لسان حال مدرب سمنود مني سمنود يقول لك يا عم يعني ايه يعني 5، انا غلبت من اكبر نادي وانا الواحد اللي بتغلب، وين في فرق بتغلب بخمسات يعني، لكن كملت النتيجة، حتى كنا عايزينها تفضل بس 5 يعني. ده بالنسبة لمباراة النادي الأهلي ومني سمنود. خلال الاستوديو التحليلي بقى شفنا الكابتن أسامة حسني وليد صلاح الدين، وليد ليه ما يا جماعه كده؟ شفنا اسامه حسني واحمد بلال، وليد صلاح الدين انا حاطه في دماغي بسبب التصريحات بتاعته بتاعت الاحتواء والهجوم على النادي الاهلي وبيان النادي الاهلي يعني. ففضلوا يتكلموا عن الحكم، طب يا حكم ليه ما احتوتش مين يتسمنوا؟ نفس القصه ده، تونس كانت بتلعب مع غينيا الاستوائيه ولاعب نادي الزمالك اسمه سيف الدين الجزيري كل شويه يقع في منطقه، كل شويه يقع، الحكم يقول له قوم يقع، مفكر الحكم هيحتويه زي محمد عادل ما احتواه في مباراة القمة. كلام كتير بخصوص النادي الأهلي ومحمد شريف واهتمام نادي روما بمحمد شريف، مصدر من داخل النادي الأهلي قال لك كل الكلام عن هذه الأمور، وأنباء بتتردد كل يوم والتاني بخصوص لاعبي النادي الأهلي لتشتيت اللاعبين وخروجهم عن التركيز، وهذه الأنباء لا أساس لها من الصحة. في كلام كتير يعني رؤية من أحد الأندية الأوروبية للاعبنا الكبير أكرم توفيق، النادي الأهلي بعيدا تماما عن أنه يفرط في أكرم توفيق في هذه الأونة، أكرم توفيق أصبح ركيزة أساسية في النادي الأهلي. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.